سمعنا انا بكم رغب علامة استمارة ستة. مرحبا بكم، مرحبا يا ستة مستمعين ومستمعات يسمعوا فينا الان على بلاتين راديو، تسمعون على 98.9 اف ام. مرحبا بكم توا مساعتين و34 دقيقة، عفوا مساعتين و34 دقيقة. ضيفنا الثاني هو ضيفنا الثاني هو معلق صوتي ويعمل دوبلاج في احدى قنوات نعرف الدوبلاج على المسلسلات، عملت دوبلاج برشا حاجات، وهو معلق صوتي. خلينا نرحبوا زينا خصيص المتسوسه لتونس، نقولوا مرحبا بيه لخصين تاع بحبيك خصين، ان شاء الله عامك مبروك. يعطيك الصحه، عامك مبروك، شكرا كمال على الاستضافه ويعطيك الصحه ومرسي على البرنامج. مرحبا بك غسان، نورتنا، شكرا لبيت تعودنا. عيشك. غسان برتيب، تعليق الصوتي، احكي لنا شوية على تعليق الصوتي. فما ناس يسمعونا، فما ناس يعرفوا تعليق الصوتي، فما ناس ما يعرفوش تعليق الصوتي. احكي لنا شيء تعليق الصوتي. أول شيء أنا غسان الطاهر، معلق صوتي ومدبلج أفلام كرتون، الصوت الرسمي فيك صوت الرسمي للجزيرة دوكيومنتير، مدبلج أفلام كرتون لعديد المنصات والقنوات يعني بتاع الكرتون. بالنسبة للتعليق الصوتي، هو في تعريفه، أنا نحب ديما التعريفات الفلسفية، هو فن الكلمة، وأيضا هو فن قراءة النص، يعني كيفية تحويل نص عادي أو نص جاف إلى كلمات مترابطة، كلمات عندها وقع، عندها حس موسيقي، عندها ذوق، عندها إيقاع موسيقي. فالتعليق الصوتي هو فن الأداء، أيضا هو زاد فن الكلمة. فن الكلمة، بعد نحكي بعض على فن الكلمة، تعليق الصوتي، فن الكلمة. وكتيش هادك غرامك في تعليق الصوتي؟ والله بالنسبة للغرام، هو غرام تاع صور حبيت برشا، كنت نتفرج برشا على الدوكيمونتير الوثائقيات، نتفرج برشا على الكرتون. فغرام الصغر يعني يكبر، لكن بحكم الانتوراج، بحكم الدراسة، بحكم يعني الحياة، انه خذيت منحة اخر معنا ابار الغرام تاعي والكل. فقريت اقتصاد وبقاك الغرام هذاك يتبع والكل، فبعد خذيته مهنة معناها. شكون مثل قاعد في تعليق الصوتي؟ والله مثلي الأعلى في التعليق الصوتي هو أستاذي، بصراحة أستاذي فؤاد شمس، اللي هو معلق ناشيونال جيوغرافيك وزاد مدبلج أفلام كرتون، اللي تربينا عليه الكرتون الكل هو بصوته، فأنا نعتبره بصراحة مثلي الأعلى في التعليق الصوتي. باهي حسين، من خلال التعليق الصوتي عملت تدريب، عملت حاجة ولا كيف؟ لو كي تحكي لنا شوية. باهي، بالنسبة لبداياتي في التعليق الصوتي كانت يعني غرام وشغف. رو بخلاف الغرام والشغف، بصراحة ما تنجمش توصل لحاجات بعيدة، ولا تنجم توصل لحاجات ممكن يعني إفكاس في التعليق الصوتي. بعد الغرام يجي التعلم والتدرب، اللي هو يعني خذيت أنا فورماسيون، وقتها قريت دي فورماسيون مع الأستاذ فؤاد شم، مع الأستاذ خالد النجار اللي هو أستاذي زادة، قريت عنده والكل. فيعني خذيت الأساسيات، خذيت يعني المبادئ اللي يقوم عليها الفن هذا، وبعد بحكم زاد الغرام والشغف يخليك توصل يعني يعني التدريبات فقط لا تكفي، وإنما لازم يكون الوقود نتاعك يعني الشغف والإصرار على معنى للوصول للهدف ولا للوصول اللي أنت تحبه معنا. باهي خاصك بيبان وأنت موجود معنا، سمع الحاجة تعليق الصوتي مثلا حاجة شو تختارنا، حاجة ناشيونال جيوغرافيك ولا حاجة شار، ما نعرفش تختار اللي تحب علي. نعرفش، ممكن الحاجات يعني اللي تعرفت بها برشا في ناشيونال جيوغرافيك، فما تحقيقات الكوارث الجوية. يبدأ الراوي يقول: كانت الطائرة على بعد 200 كيلومتر من البحر، وكان ربان الطائرة: نداء إلى برج المراقبة، نداء إلى برج المراقبة، لقد فقدنا المحرك الأيمن. وكانت الطائرة لا تعمل. بعد يجي شخصيات، يعني بعد ما تطيح الطيارة والكل، يجي شخصيات مثلا مرأة كبيرة تقول:
لقد كنت أحتضن ولدي وأقول له لا تقلق سوف ننجو. لقد كانت رحلة عصيبة جدا. يجي ذي المدير متاع يعني المطار أمن المطار والكل يحكي يقول لقد كان تحطم الطائرة شيئا لم نكن نتوقعه نحن في برج المراقبة. لقد كان حادثا مأساويا جدا. هذا يعني هذا يسموه يعني تعليق صوتي على الفيلم. وفما دوبلاج الشخصيات اللي هي الشخصيات اللي انت تنجم يعني معناها تمارس الصوت نتاعهم. خزان نحكيه على التعليق الصوتي ولا الدوبلاج على الأفلام الكرتون. تما نشوفوا احنا قنوات في قناة سبيستون ولا أي قناة نشوفوا تمركلة برشة شخصيات على الكرتون. نطلب منك سمار حاجة كرتون تصغار كيفي بمعنوع على البلاتين غاديوم واش علم 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 نفس الاجتماعي للأسرة والطفل. خلي الأولي والأطفال يشوفوا يسمعوا صوت كرتون معناته. قبل ما نعطيك أصوات كرتون حبيت ننوه فكرة كمال إنه إحنا في تونس ما عندناش عقلية الكرتونز، ما عندناش برودكشن، ما عندناش إنتاجات كرتونية تعبر على ثقافتنا، تعبر على الهوية متاعنا، تعبر تحكي على حضارتنا. نعرفوا إحنا إنه الأنمي في العالم قائم عليه اقتصادات دول. اليابان مثلا نسبة 80-70% من اقتصاد الدولة قائم على الأنمي. شوف انت معتقداتهم وافكارهم وحضاراتهم الكل معروفين اليابان بالانمي وكل حاجه. دونك الانفستيسمون تاع الدوله مشى في الانمي، مشى في الكرتونز لانها يعني تجيب برشا فلوس. احنا بصراحه ناقصنا برشا كرتونز، ناقصنا برشا يعني جو. احنا ممكن صغار تربينا على سبيستون، تربينا على برشا قنوات يعني بتاع طفوله، افتح يا سمسم قبل كان قنوشو قبل دونك الجيل هذا يعني مش يتربى على حضارات مختلفه، مش يتربى على افكار معينه، مش يتربى في على معتقدات معينه. دونك علاش ما نعملوش انفستيسمون في الجو الطفوله؟ فما اختلاف بين الانمي اللي في اليابان والصور المتحركه اللي نشوفوا فيها الناس في سبيس تول كيما ريمي كيما بوكيمون حاجه كيك. لا هي كلها انمي يابانيه، لكن شنو هي اللي يختلف؟ ممكن كي في الشركه اللي باش تاخذ الدبلجه ولا الدوبلاج هذا باش تعمل مونتاج. علاش؟ خاطر فما ممكن مقاطع لازم تتحذف، ممكن فما حاجات لا تنم لعاداتنا معتقداتنا وافكارنا، يقول لك هذوما ممكن يسوقوا الافكار والحاجات معينه فيصير المونتاج وتصير الدبلجه سينون لونفيرمون معناها سينون لونتوراج يعني العربي. نعم سمعنا حاجة كرتون. سمعكم حاجة متكاملة يعني فيها برشا شخصيات أما بارتجال يعني بصراحة ما نحفظش أنا والكل. هذا واحد مش يحكي حكاية الراوي وفما يعني شخصيات مش تدخل في الحكاية والكل. يبدأ الراوي يقول كان يا مكان في قديم الزمان كانت هناك عائلة تعيش في تل الأحلام وكان هناك جد يحب أحفاده كثيرا. أنا شيخ هرم جدا لا أقوى حتى على المسير. أوه يا أحفادي أين أنت جوني؟ جوني أهلا يا جدي. أين أنت يا جدي؟ أتريد أن تحكي لي قصة يا جدي؟ أوه ما الذي تريد أن أقصه عليك يا جوني؟ أرجوك جدي جدي أرجوك أريد أن تقص علينا قصصا جميلة جدا، نحن نحب قصصك يا جدي. حسنا يا أحفادي حسنا سوف أحكي لكم قصة الشرير. أنا الشرير أريد السيطرة على العالم. مانيش حافظة ما جيست دعنا شوية يعطيك صح. بتسلك حسين توا واحد مستمع يستمتع بالأصوات هذه عدة مركلة عملنا ناشونال جيوغرافي عملنا كرتون سيدة سمعنا حاجة على تعليق تاع مسلسلات دينية. مسلسلات تعليق به تعليق بالنسبة لل
ما نعرفش هذا سؤال انت حاطه ولا مش حاطه، اما الفرق ما بين التعليق الصوتي والفرق ما بين الدوبلاج. هذا باش نسلو بعد شوي نحكي على التعليق الصوتي تاع المسلسلات الدينية، سواء الدينية ولا المسلسلات العادية. هنا الدوبلاج الشخصيات لازم يكون عندك برشا احساس، ولازمك تتقمص الشخصية، ولازم تدرس الشخصية، لانه كاركتير الشخصية مهم جدا باش تنجم تطلع الصوت نتاعو، باش تنجم تطلع الفيلينغ الاحاسيس نتاعو. مثلا ناخذوا مثلا ناخذوا بارازار، ما نحفظش انا، ما مثلا مسلسلات الدينية، مثلا ما الذي تقوله يا بني؟ إنه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أترضى هذا الفعل يا بني؟ هذا مثلا كاركتير. تنجم تاخذ كاركتير آخر مثلا، ما نعرفش أنت والشخصية وأنت ودرست الشخصية، مثلا تاخذ كاركتير: ما الذي تقوله الآن؟ أنت ذاهب في هذا الطريق؟ أتريد الذهاب معي؟ حسنا، أوه لا، فهمت؟ دونك سينون نوعا اي فوالا سينون للشخصية انتو تمثيلات وكل شيء. باهي تو مستمع كي تبع يسمع فينا يتسأل، باش انا مغروم بتعليق صوتي ولا حاجة، معناتها كيفاش باش يكون معلق صوتي؟ اسكو التعليق الصوتي سهل صعيب متوسط، ولا لازم يكون يدرب في التعليق الصوتي؟ باهي كيفاش تحب انت، التعليق الصوتي الكوميرسيال ولا التعليق الصوتي التعليق الصوتي؟ كان تعليق صوتي كوميرسيال، كيف تصبح معلقا صوتيا في دقيقة؟ ولا كيف تصبح معلق صوتي في النهار؟ شوف، التعليق الصوتي هو فن، يعني ما ينجمش واحد مش مغروم به ينجم يدخل في المجال هذا بصراحة. وتعليق الصوتي زادة يعني الحاجة اللي دخلك فيه هو الشغف والغرام. ما تصورش انت ماك شغوف بالمجال ولا ما تحبش المجال هذا راك مش تتواصل فيه، حتى كان تدخل فيه راه ما تواصلش فيه المجال هذا. دونك التعليق الصوتي الوقود نتاعو هو الغرام والشغف. كيفاش القائل يقول كيفاش نولي معلق صوتي، وكيفاش انا نحب نولي معلق صوتي؟ كيفاش؟ اول حاجه كيما حكينا الشغف والغرام. ثاني حاجه هو التدريب والتعلم المستمر والتغذية السمعية، كما الديزاينر كما المونتور يعمل تغذية بصرية، كما زاد المعلق الصوتي لازم يكون عنده باك جراوند يعني سمعي، لازم عنده التغذية السمعية. ثم بعد يعني يجي يعني مع التدرب والتعلم المستمر يجي البراكتس، يعني يجي ممارسة التعليق الصوتي والكل. دونك إضافة إلى عوامل أخرى زادة تنجم اللي هي مهمة جدا، إتقان اللغة. إتقان مثلا تحب أنت تدخل في جو بتاع تعليق صوتي بالعربية الفصحى والكل، لازم تتقن اللغة العربية بصفاتها وبمخارج حروفها والكل. بتنجمش تدخل الجو بتاع تعليق صوتي ولا الدوبلاج بعربية مكسرة ولا معناها ما عندكش يعني ما تعرفش تنطق اللغة العربية يعني بصحيح. لازم يكون دونك اول حاجه الشغف والغرام، ثاني حاجه التعلم والتدرب والاستماع، ثالث حاجه هي اتقان اللغه ويعني صفاتها ومخارجها والكل. في تونس فما تسيكور خاصه تاع تجربه تعليق صوتي ولا كيف؟ والله شوف، بحكم الطبيعه كما يقولوا فيها لا تقبل فراغ، احنا ما عندناش ثقافة كرتون ولا ثقافة تعليق صوتي ولا، فما مراكز يعني تعد على الاصبع معني تقري الجو بتاع التعليق الصوتي ودوبلاج. لكن وش هو الهدف؟ شو الهدف؟ يقرأ تعليق صوتي وشو الهدف؟ الهدف يعمل بعض مباشرة على يوتيوب على حاجة ولا الهدف كيفي؟ الهدف شوف انا بصراحة انا شوف الهدف كوميرسيال، يعني هدف ما فماش هدف مثلا إجا نزرع ثقافة ذي إجا نخلينا الثقافة ذي نحاولوا ننشروها، فهمت؟ لأن ثقافة في الأخير الفن هو ثقافة. شوف فما مراكز تتعدى على السوابع تقري يعني تعلم تعليق صوتي الكل. القائل يقول التعليق الصوتي ويش باش نخدم به اليوتيوب ولا تلفزة ولا راديو كذا؟ التعليق الصوتي هو فن متاح للجميع وبدون استثناء، من الصغير للكبير. التعليق الصوتي يستحقه المحاضر، يستحقه الأستاذ، يستحقه الطالب،
يستحق الرئيس، يستحق الوزير، لأنه هو في الحقيقة هو فن ممارسة الكلمة، هو فن الأداء، فن الصوت. أنت تريد أن تستميل الجمهور بصوتك، تريد أن تستميل الطلاب متاعك بصوتك، تريد أن تستميل زاد التلميذ متاعك بصوتك. فرق ما بين معلم يجي يقري تلميذ التلامذة متاعه في القراءة مثلا، حصة القراءة، مش يقول له قالت السلحفات وقالت الأرنب، ولازم يتقمص الشخصية. فرق ما بين قبل يقروا فينا يقول لك كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك كذا 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 كذا، وتحسوا الناس ما تحسوش، تحسوا جاف. دونك هنا المحاضر الأستاذ أو المعلم أو المدرس لازم يتعلم التعليق الصوتي والجو متاعه باش ينجم يوصل الشعور، ينجم ينقل الأحداث، ينجم يتقمص الشخصيات باش المتقبل اللي هو تلميذ يفهم يعرف. فرق ما بين كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك، ويسرسطها مع بعضها يقولوا كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك تل الأحلام تعيش فيه الأرانب. فقالت السلحفات مثلا أتسابقني أيها الأرنب؟ فقالت الأرنب لا أنا لا أريد أن أفهم. دونك وقت المعلم يقرأ بالأسلوب هذا التلميذ باش يعطيه وذنيه، يعني خيال قصة. وإحنا نعرف أنه أنماط التعلم هما ثلاثة، يعني أنماط التعلم للإنسان ثلاثة، فما حسي سمعي بصري. دونك لازمك تستميل هالأنواع هذوما الثلاثة. فهمت؟ ساعات فما تلميذ يسمعك فقط يسمع، فما تلميذ يتعلم بالحركة، فما تلميذ يتعلم بال نقولوا احنا بال معنى الفيزيوناج بصري. فهمت؟ دونك انت لازمك تعمل له الحاجات هذوما الثلاثة باش تنجم تعطيه هذه بالنسبة للتعليم الكل. فما بالك مثلا وزير سامحني، انت في كونفرنس دي بريس ولا في ملتقى كبير ولا في منتدى كبير، الخدمة الكل راهي صوت. فهمت؟ يعني 300% 30% صوت، لازمك تستميل الحضور. هو فن بصراحة يعني شامل. و بشتلك غسين، شو فرق بين تعليق صوت والدوبلاج؟ فما في الدوبلاج معناتها ديما نشوف مثلا القنوات كيما نسمع ولا حاجة تعطي مسلسلات دوبلاج تونسي، هذيك الدوبلاج ما يختلفش بالتعليق الصوتي؟ هو يختلف. شوف، التعليق الصوتي هو فن أو لغة خالية من التجسيد، يعني ركزوا ديما على يعني إظهار أو إبراز المعلومة. لكن الدوبلاج هو فن التجسيد أو فن تقمص الشخصيات أو فن الأداء. مثلا التعليق الصوتي ما لازمش تقرأ فيه برشة تجسيد، ما لازمش تغوص في الكلمة بزيد أو تظهرها بزيد. عندك مجموعة من المعلومات أو مجموعة من الأحداث باش تسردها بأسلوب نقول احنا تقريري، بأسلوب يعني الأسلوب اللي يطلب منك. لكن الدوبلاج لابد أن تجسد الشخصية وتدرس الكاركتير بتاع الشخصية وأن تظهر الشخصية كما هي. فهمت؟ مثلا في مثلا في نص مثلا في نص من النصوص مثلا مثلا في نص من النصوص يقول مثلا هذا نص في ناشونال جيوغرافيك اسمه لغة الحيتان. نعم. مثلا نقراوها احنا بالتعليق الصوتي ونقراوها احنا بالدوبلاج بالزوز باش السادة المستمعين يعرفوا الفرق. التعليق الصوتي يقول لك هل تشبه الاصوات والاشارات الصوتيه للحيتان كلام البشر؟ يتفق علماء الاحياء على ان الحيوانات تتواصل مع بعضها. سنقوم برحله الى اعماق المحيطات وسنستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز لغه حيتان الاوركا. هذا تعليق صوتي. نعطيه في أحداث، نعطيه كذا. الدوبلاج مثلا مش نقراو الدوبلاج مثلا مش نقراوها بأسلوب دوبلاج، مش نعرفوا كيفاش التعليق الصوتي راه ما يركبش على الدوبلاج. مش كيف كيف. مش كيف كيف. نعم. في الدوبلاج لازم تجسد، أنت لازمك تعيش الأحداث كما هي. هل تشبه الأصوات والإشارات الصوتية للحيتان كلام البشر؟ هنا يبدأ أسلوب رتيب ممل متكلف. فالمش يسمعك من الثواني الاولى مش يزبيك، ما انا مش مشي. فهمت؟ دونك الدوبلا التعليق الصوتي هو فن خالي من التجسيد، جسد لنقل المعلومه او اظهار احداث معينه، والدوبلاج هو فن التجسيد بامتياز. مثلا وقتاش نعمل الدوبلاج هنا؟ بعد ما نقول مثلا تعيش حيتان الاوركا في عائلات صغيره، داخل هذه المجموعات تتواصل فيما بينها باستخدام لهجاتها الصوتيه. يريد العلماء بمساعدة الذكاء الاصطناعي البحث عن أنماط متكررة
تشير الى نظام لغوي لحيتان الاوركا. وقتاش يدخل شو اسمه دوبلاج الشخصيات هنا، يدخل واحد مثلا خبير في البيئه ولا خبير في المحيطات، يقول طبعا ان حيتان الاوركا هي عدائيه بعض الشيء، لكنني انا كعالم احياء وعالم جيولوجيا ومحيطات اقوم بدراسه سلوكيات هذه الحيتان. هنا يعني تنقل مثلا يجيب امراه مثلا هي عالمه احياء ولا عالمه محيطات، لقد كنت منذ زمن اتابع سلوكيات سمكه الاوركا، انها عدائيه بفضل مثلا طريقه عيشها ولا دونك، فرق كبير. فهمت؟ دونك التعليق الصوتي نقل الاحداث ونقل معلومات، والدوبلاج هو فن التجسيد، لابد ان نجسد الكاركتير او الشخصيه. جميل. غسين، بما نحكينا على التعليق الصوتي والدوبلاج، احكي على غسين دار شغل الاعمال قدمت بهم قمت بهم. والله بصراحه انا بخيل بعض الشيء يعني في الاعمال والكل، لكن كاعمال يعني عندي الحمد لله عندي برشا اعمال في الجزيره الوثائقيه، عندي برشا اعمال في ناشونال جيوغرافيك افلام، عندي برشا يعني دوبلاج في عديد المحطات وعديد يعني لي بلاتفورم واليوتيوب والكل، خاطر الخدمه توا وليت على اليوتيوب وعلى الديجيتال والانترنت والكل، دونك برشا يعني محطات يعني او برشا قنوات يعني يوتيوب معروفه كبيره يعني فيها معنا، فما معنا ديشان نتاع كرتونز فيها 3 و4 و5 مليون يعني متابعين والكل. فهمت؟ دونك نخدم لهم بصفه دوريه والكل، وزاد فما في التعليق الصوتي زاد دي بلاتفورم نخدم لهم يعني معروفين والكل. تشجع الأولياء يدخل صغارهم يتعلموا في التعليق الصوتي ولا كيف؟ والله بالنسبة للتشجيع الأولياء والكل فأنا أشجعهم وبشدة، لأنه بصراحة هو فن وفن جديد علينا كمجتمع تونسي احنا. فهمت؟ خاطر قبل كنا نحب نتفرجوا على سبيس تون، وكنا نتفرجوا على المسلسلات التركية المدبلجة باللهجة السورية والمدبلجة حتى باللغة العربية، كنا نتسائلوا شكون من وراء هذا، من يقف وراء هذه الشخصية وشكون اللي دبلج الشخصية هذه الكل. زاد الأسلوب، زاد الكرتونز هو أسلوب تعليمي بحت، خاطر توا شكون ولده ما يتفرج في اليوتيوب، شكون يتفرج في قنوات يوتيوب ولا قنوات تلفزية يعني بتاع كرتون والكل. دونك أنا نشجع كل ولي يعني ولا نشجع كل شاب على الدخول وخوض غمار التجربة في هذا الفن أو في بحر هذا المجال الواسع الشاسع اللي فيه بارشة مزايا، منها أنه أنت كشاب لما تتقن المهارة هذه وتتقن الفن هذه راه تنجم تعمل دخل فردي يعني محترم جدا. نعم. وانا نحكي على الدخل الفردي يعني تخدم على يعني على يعني تخدم سيرة انترنت، تخدم على منصات معروفة سواء في الدوبلاج ولا في التعليق الصوتي، وتنجم دخل بارشة فلوس. نعم. زاد الطفل الصغير لما ندخلوه في الجو نتاع الانيماسيون ونتاع الراديو ونتاع الدوبلاج ونتاع التعليق الصوتي، فالطفل ينشا في اول حاجه في بيئه فنيه سليمه، وثاني حاجه ينشا في مجال ثقافي يخليه يعني اول حاجه يعرف يتكلم، يعرف يكون جمل، يعرف يعني يتحدث، يعرف يعني يعرف يتذوق الكلمة. بالعكس يعني ينشأ إنسان متكامل وينشأ زادة بالحق يعني إنسان عنده يبدأ عنده موهبة معنا. جميل جدا غسان. غسان دار كلمة ختام، خليك كلمة ختام شو تحب كل المستمعين شو استمتعت. يعطيك الصحة. والله يعطيك الصحة كريم كمال، أنا نتابعك بصراحة من قبل، وشكرا على زيارة وشكرا على يعني الاميسيون بصراحة يعطيك الصحة. السادة المستمعين نقول لهم بالحق يعني راهو العالم أصبح قرية صغيرة، هذي نعرفوه من احنا صغار، العالم قرية صغيرة يا أخويا، ما تقفش ما تحبسش، راهو مش قاري مثلا في دومين ما تخدمش فيه، راهو صحيح قريت في دومين، أنا مثلا قريت اقتصاد نخدم في الدومين هذا، معناش مجيب الاقتصاد للدومين هذا، دونك راهو بالحق راهو مفهم حد شيء صعيب، وآمن بقدراتك وآمن بمهاراتك وآمن زادة بالشغف نتاعك، حتى وكان تتعب
من الأول في الأخر يعني في الأخر توصل إن شاء الله. شكرا لك حسين. حسين منورتنا وشرفتنا. انا باش تو باش خلي المشايل حسين تو باش يعطي الفقره الويل اللي معناتها هي باش نعمل ترتيحه موسيقيه. انا نطلب منك طلب حضر الفريق يحط الجينجول تعملنا تعطي فرصة غنية ولا حاجة على طريق الناس يوكرافيك بعد تتهك تمام الفريق يحطوا الجينجول الموسيقى هذيك هي غير ذيك أميل غدر شنية هي الفقر الموالية طيب شو اسمه غنية شو اسمه غنية أصل عصري الورد البلدي مستمعين مستمعين ميشن جيوغرافيك أبو ظبي الآن أنتم في مطار سان فرانسيسكو وأنتم في الطائرة إيرباص 17 أرجوكم استمعوا إلى هذه الأغنية الرائعة أغنية أصالة النصري الآن على ناشونال جيوغرافيك 7 KSA بتوقيت مكة المكرمة